السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميس مي إبراهيم. إحنا في الصف السادس الابتدائي، هناخد مع بعض الدرس الثالث في الوحدة الأولى اللي بيتكلم فيه عن الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية. طيب، إحنا في الدرس ده هنتعرف على أهم الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة في البيئة الزراعية. مش معنى إنها بيئة زراعية معنى كده إن هي ما فيهاش غير نشاط الزراعة، لا، فيها أنشطة اقتصادية أخرى. طيب، قبل ما ندخل في الأنشطة الاقتصادية هي إيه اللي موجودة في البيئة الزراعية، لازم نعرف يعني إيه كلمة نشاط اقتصادي. فهنا ممكن يجي يسألني سؤال يقول لي ما المقصود بالنشاط الاقتصادي؟ معنى النشاط الاقتصادي هو استخدام الإنسان للموارد المتاحة لسد احتياجاته من مأكل ومشرب وملبس. كل إنسان محتاج إن هو يعمل، والعمل ده على بيستخدم فيه الموارد اللي ربنا اداله في البيئة علشان يقدر ان هو يسد احتياجاته اللي ما بيقدرش ان هو يستغنى عنها، ان هو ياكل ويشرب ويلبس. فده اسمه نشاط اقتصادي. يبقى نقول تاني، المقصود بالنشاط الاقتصادي استخدام الانسان للموارد المتاحه لسد احتياجاته من مأكل ومشرب وملبس. طيب، تعال بقى نتعرف على اهم الانشطه الاقتصاديه الموجوده في البيئه الزراعيه. طبعا النشاط الاساسي والحرفه الاساسيه هو نشاط الزراعه، ودايما بيرتبط بنشاط الزراعه نشاط تربيه الحيوانات. النشاط الثاني اللي هنتعرف عليه هو نشاط صيد الاسماك، ونشاط الصناعات الحرفيه، واخر نشاط هو نشاط السياحه. اول نشاط معانا هو النشاط الزراعي. لما اجي اقول لي النشاط الزراعي عباره عن ايه، لو قال لي ما المقصود بالنشاط الزراعي، هقول له ثلاث حاجات هصنفهم كده: زراعه الارض، انتاج المحاصيل، وتربيه الحيوانات. ومع تربيه الحيوانات ممكن يتضمن كمان تربيه الدواجن. يبقى تاني، ما المقصود بالنشاط الزراعي؟ زراعه الارض، انتاج المحاصيل، وتربيه الحيوانات، ويتضمن ممكن تربيه الدواجن. طيب، في البيئه الزراعيه بيسود طبعا او بينتشر النشاط الزراعي اساسي، ومعظم سكان البيئة الزراعية بيشتغلوا بالنشاط الزراعي. وهنا نحط سؤال، ليه او بيعمل معظم سكان سكان البيئة الزراعية بالزراعة؟ بسبب توافر او العوامل اللي هي متوفرة للنشاط الزراعي، اللي هي التربة الفيضية الخصبة، توافر المياه العذبة، والمياه العذبة دي اساسي من نهر النيل، وبيخرج منه اللي هو فرعين اللي هو دمياط ورشيد، وكمان شبكة الترع اللي بيمتد ليها الى الاراضي الزراعية. وبقى كل ده لازم برضو يتوفر وسائل النقل عشان ننقل المحاصيل الى الاسواق. يبقى انا لو جه قال لي بما تفسر توفر نشاط الزراعه بالبيئه الزراعيه، هقول له لتوفر العوامل الاتيه: تربه فيضيه خصبه، توفر المياه العذبه من نهر النيل وفرعيه وشبكه الترع، وتوفر وسائل النقل. طيب، تعالى نتعرف مع بعض بقى على اهم المحاصيل الزراعيه اللي بنزرعها في مصر. عندي نوع محاصيل اسمه محاصيل السكر، والسكر محاصيل السكر الاساسيه اللي انا بزرعها هو بنجر السكر وقصب السكر. وعندي نوع تاني اللي هو محاصيل الحبوب الغذائيه، ومحاصيل الحبوب اللي انا بزرعها في مصر ارز، قمح، ذره. ومحاصيل تانيه اسمها محاصيل المنسوجات اللي بنعمل منها المنسوجات في المصانع، زي محصول القطن والكتان. يبقى اهم المحاصيل الزراعيه في مصر محاصيل السكر، بنجر سكر وقصب، محاصيل الحبوب الغذائيه اللي هي ارز وقمح وذره، ومحاصيل المنسوجات اللي هي بنزرع فيها قطن وكتان. طب هل معنى كده ان احنا ما بنزرعش في مصر غيرهم؟ لا طبعا، احنا بنزرع في حاجات تانية كتير زي العدس، زي الفول، اشجار الفاكهه، زي المانجو والليمون. بزرع زراعات كتير جدا في مصر، محاصيل كتير في مصر، وبزرع كمان للحيوانات محصول للحيوانات اللي هو البرسيم، ده بيستخدم كغذاء للحيوانات. احنا قلنا من شوية ان دايما نشاط الزراعة مرتبط بنشاط تربية الحيوانات. طب الحيوانات بتربى فين عندي في البيئة الزراعية؟ يا اما بتعتمد على الغذاء بتاعها من الحقول مع الفلاحين، بتبقى في الحقل بتاع فلاح، يا اما بتربى في الحظائر. يبقى انا عندي الحيوانات اللي انا بنربيها في البيئه الزراعيه يا اما بتتغذى من الحقول او بتربى في الحظائر. ايه اهم الحيوانات اللي احنا بنربيها في البيئه الزراعيه؟ جاموس، ابقار، اغنام.
وهنا يسألني سؤال بما تفسر أهمية تربية الحيوانات في البيئة الزراعية. هنستفاد إيه من تربية الحيوانات في البيئة الزراعية؟ أول حاجة لسد حاجة السكان من اللحوم والألبان والجلود. يبقى إحنا هنقول إيه؟ سد حاجة السكان من اللحوم والألبان والجلود. يبقى ده نشاط تربية الحيوانات اللي هو دايما مرتبط بالنشاط الزراعي. وإحنا هنا أهم الحيوانات اتكلمنا عنها: جاموس، أبقار، أغنام. تاني نشاط معانا اللي هنتعرف عليه هو نشاط صيد الأسماك. هي بيئة زراعية بس فيها نشاط صيد الأسماك. طب هنصطاد منين؟ إيه هي مصادر المية اللي إحنا هنصطاد منها في البيئة الزراعية؟ طبعا أساسي هو نهر النيل، ونهر النيل بيبقى تفرع لفرعين اللي هو دمياط ورشيد، وكمان الترع اللي خارجة من نهر النيل، والبحيرات زي مثلا بحيرة قارون، عندك برضو ممكن بحيرة ناصر، بحيرة عزبة. يبقى هي دي أهم مصايد السمكية اللي بنزرع عليها. وعندي كمان الدولة حبت تزود النشاط بتاع صيد الأسماك، وقامت بإنشاء حاجة اسمها المزارع السمكية، ودي بتبقى زي حواجز كده مبنية بتبقى جنب المسطحات المائية، وبنحط فيها بنربي فيها زريعة الأسماك، يعني السمك الصغير، وبنغذي الأسماك دي بالأعلاف اللي احنا كمان بنحطها ومن علشان تزود الإنتاج بتاعها. طيب فهنا ممكن يسألني سؤال يقولي بما تفسر اهتمام الحكومة بإنشاء المزارع السمكية ليه؟ لزيادة الإنتاج السمكي. يبقى احنا كده تعرفنا على أهم مصايد الأسماك اللي موجودة في البيئة الزراعية: نهر النيل، ترع، بحيرات زي بحيرة قارون، والمزارع الايه السمكية. ناخد نشاط تاني اللي هو نشاط الصناعات الحرفية. طب ليه موجود في البيئة الزراعية نشاط صناعات حرفية؟ عشان انا عندي موارد ربنا اداها لي، موارد طبيعية في البيئة الزراعية، زي مثلا التربة الطينية قدرت اعمل منها مثلا صناعة الفخار، اداني ايدي عاملة فبيشتغلوا بصناعة السجاد اليدوي، زي مثلا الاشجار عملت منها صناعة الاساس، في اشجار النخيل عملت صناعة اللي هي حفظ وتعليب التمور. يبقى لو جاء لي سؤال بما تفسر تتنوع الصناعات الحرفية بالبيئة الزراعية، هقول له لتنوع الموارد الطبيعية بها، وادي له مثال بقى من الصناعات اللي موجودة عندي: صناعة الفخار، السجاد اليدوي، صناعة الاساس، وحفظ وتعليب التمور. دي اهم الصناعات الحرفية اللي موجودة في البيئة الزراعية. رابع نشاط معانا موجود في البيئة الزراعية ونشاط السياحة. البيئة الزراعية تعتبر منطقة للجذب السياحي، وأكثر المناطق اللي فيها متنوعة في السياحة محافظة الفيوم والشرقية والنوبة. فلو جاء لي هنا سؤال بما تفسر قيام نشاط السياحة بالبيئة الزراعية، هقول له لأن البيئة الزراعية دي منطقة للجذب السياحي في مناطق متنوعة اللي هي زي محافظة الفيوم والشرقية والنوبة. طيب افرض هو حدد لي قال لي مثلا بما تفسر قيام نشاط السياحة بمحافظة الفيوم، هقول له لأن الفيوم بتضمن فيها معالم سياحية زي السواقي، وفاكر انت السواقي احنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي كان بترفع المية لمنخفض الفيوم لأن الأرض فيها على شكل مدرجات واسعة. فاحنا عندي من ضمن المعالم السياحية فيها اللي هي السواقي و بحيرة قارون اللي موجودة في شمال المحافظة الفيوم، وعندي كمان عين مائية اسمها عين السلين. يبقى نقف هنا، ولو قال لي ليه محافظة الفيوم تعتبر من ضمن مناطق الجذب السياحي في البيئة الزراعية، هقول له الثلاث حاجات دول. هقول له تتضمن معالم سياحية متعددة مثل بحيرة قارون، عين السلين، والسواقي، وغيرها طبعا في حاجات تانية. طيب من ضمن برضو المناطق السياحية بالبيئة الزراعية محافظة الشرقية. محافظة الشرقية فيها آثار كده قديمة، فيها مناطق أثرية اسمها حضارة، كانت زمان اسمها حضارة تل بسطة، حضارة تل بسطة. يبقى ليه الشرقية تعتبر من ضمن برضو الجذب السياحي؟ لأنها بتتضمن بعض المناطق الأثرية زي حضارة تل بسطة. طب وعندي كمان النوبة. طبعا النوبة لا غنى عنها في المعالم السياحية، احنا كلنا عارفين ان هي بتتضمن العديد من الاثار،
والاثار دي كمان بتعكس اشكال التراث النوبي من مباني. احنا لو شفنا المباني بتاعت النوبه هتلاقيها كلها زخارف وكلها الوان مبهجه، وحتى لون الاساس بتاعهم، المشغولات اللي بيعملوها اللي هي السبته الملونه ديت، الزخارف اللي موجوده على الحيطان بتاعتهم وعلى البيوت بتاعتهم. فالنوبه بتعكس العديد من الاثار، بتعكس اشكال التراث النوبي في مباني، اساس، مشغولات، زخارف، كل ده موجود في النوبة، ولذلك هي تعتبر من مناطق الجذب السياحي بالبيئة الزراعية. يبقى احنا كده اتعرفنا ايه هي المعالم اللي موجودة في النشاط البيئة الزراعية بالنسبة للنشاط السياحي. طب تعالى بقى هنا احنا هنتكلم عن المشكلات اللي بتواجه البيئة الزراعية. لو انت تفتكر في الدرس اللي فات احنا اتكلمنا عن ان في السكان البيئة الزراعية بيعانوا من بعض المشكلات زي الأمية وزي البطالة وزي المشاكل الصحية. احنا عرفنا المشاكل دي ايه وعرفنا ان احنا نواجهها ازاي. الدرس ده بيتكلم عن المشكلات اللي بتقابل البيئة الزراعية نفسها، البيئة نفسها، المكان نفسه. المكان نفسه ظهرت العديد من المشكلات ليه؟ لان الانسان استخدم الموارد الطبيعية اللي فيها استخدام سيء. ربنا ادالي موارد طبيعية لكن الانسان للأسف باستخدامه استخدمها استخدام سيء فظهرت بعض المشكلات. يبقى ايه سبب لو جاء قال لي بما تفسر ظهور العديد من المشكلات بالبيئة الزراعية؟ هقول له نتيجة الاستخدام السيء للموارد الطبيعية. تعال بقى نتعرف على اهم المشاكل دي اللي قابلت البيئة الزراعية. اول حاجة قال لي مشكلة تناقص الاراضي الزراعية. طب المشكلة دي سببها ايه؟ بما تفسر حاجتين، بسبب التوسع العمراني وبسبب حاجة تانية اسمها تجريف التربة. طب التوسع العمراني، طبعا كتير من الناس او الفلاحين بيبنوا فوق الاراضي الزراعية، ونتيجة البنى اللي هم بنوه ده بدأت مساحة الاراضي الزراعية عمالة بتقل، فده بيأثر طبعا على النشاط الزراعي، بيأثر على السكان. تاني حاجة قال لي تجريف التربة، وده تعريف لازم ان احنا نبقى عارفينه، اللي هو يعني ايه تجريف التربه؟ بياخدوا الطبقه السطحيه من التربه وبيعملوا منها صناعه اللي هي صناعه الطوب الاحمر. طيب ايه المشكله؟ لا، تجريف التربه ده وازاله الطبقه السطحيه اللي احنا بنزرع عليها دي بيؤدي بمرور الوقت لتدهور التربه، وبعد كده بتبقى تربه خلاص غير صالحه للزراعه وتبقى ارض بور، فبتقل بالتالي برضو تناقص الاراضي الزراعيه. يبقى هنا ايه سبب التناقص الاراضي؟ بسبب حاجتين، التوسع العمراني وتجريف التربه. بنجرف ليه بيقوموا بتجريف التربه؟ لصناعه الطوب الاحمر. تاني مشكله معانا اللي هي مشكله الصرف الزراعي. الانسان او الفلاح استخدم الميه بنظام ري اسمه ري الدائم، باسراف، بيفتح الميه على الارض الزراعيه باسراف، ونتيجة الإسراف ده بيؤدي لتدهور التربة. ده غير ان انت عندك في بعض المصارف ملوثة مش بتصرف المية الزيادة اللي هي بتاخدها التربة الزراعية، فبالتالي بتفضل المية دي موجودة فبتأثر على التربة، فبتؤدي زي ما احنا قلنا قبل كده بتؤدي لتدهور التربة، هوب بعد كده بتبقى أرض بور غير صالحة للزراعة. وده بسبب ايه؟ بسبب ان الإسراف في استخدام مياه الري ده أدى الى تدهور التربة. يبقى هي دي مشكلة الصرف الزراعي. تالت مشكلة معينة بتواجهها البيئة الزراعية مشكلة التلوث البيئي. الإنسان اخترع الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية علشان يزود الإنتاج الزراعي وعشان يسمد التربة ويزود ويبعد الحشرات، لكن استخدم الأسمدة والمبيدات دي بشكل سيء، أسرف في استخدامها، ونتيجة الإسراف ده برضو بيؤدي للتلوث البيئي وبيؤدي لتسمم التربة، فبيقل بيوصل برضو المرحلة بعد كده ان مش هيبقى التربة هتقل وهيبقى الاراضي هتقل، فبالتالي هتقل الاراضي الزراعية. يبقى انا عندي ثلاث مشكلات اللي بتواجه البيئة الزراعية: تناقص الاراضي، الصرف الزراعي، والتلوث البيئي. وعرفنا مشكلة كل مشكلة بسبب ايه. تعال بقى نعرف مع بعض جهود الدولة ايه علشان ان احنا نواجه المشكلات دي. بس قبل ما ندخل في جهود الدولة احنا لازم عندنا هنا تعريفين لازم ان احنا نحفظهم كويس قوي. ممكن يقولي ما المقصود او ممكن يقولي اكتب ما تشير اليه العبارة. تجريف التربة، ما المقصود بتجريف التربة؟ هنقول ازالة الطبقة السطحية من التربة مما يؤدي الى تدهور انتاجها. ازالة الطبقة السطحية من التربة مما يؤدي الى تدهور انتاجها. طيب المصرف، المصرف ده عبارة عن ايه؟
دلوقتي الارض اتروت بالميه، بيبقى فيه ميه زياده، فالميه الزياده دي بتصرف في المصارف. طب يعني ايه المصرف؟ هو بيبقى عباره عن قناه مائيه، والقناه دي بيتم حفرها بمنسوب اقل من منسوب الترع ومنسوب اقل من الاراضي الزراعيه. عشان ايه؟ عشان تصرف الميه الزياده عن التربه. يبقى المصرف هنا شغلته ايه؟ بيصرف الميه الزائده عن التربه. يبقى معنى لو جاء لي ما المقصود بالمصرف؟ قناه يتم حفرها عند منسوب اقل من منسوب الترع والاراضي الزراعيه. فايدته ايه؟ لصرف المياه الزائده عن التربه. احنا لازم نحفظ التعريفين دول كويس. تعالى بقى نتعرف على جهود الدوله عشان نحل المشكلات اللي احنا اتكلمنا عنها دي. اولا بالنسبه لتجريف الترب، الدوله وضعت قوانين، سنت قوانين علشان تعاقب اللي بيجرف الترب. تاني حاجه، طب مشكله الصرف الزراعي اللي هو احنا قلنا بنفتح اللي هو استخدام الري الدائم اللي بيؤدي لتدهور الترب، هنستخدم ري جديد اللي هو الري بالرش والتنقيط، وده طبعا بيقلل في استخدام الميه وبيحافظ على التربه من التدهور. لازم كمان ان احنا نهتم بانشاء المصارف الجديده حديثه، بدل المصارف الملوثه اللي واقفه فيها ميه راكده وان هي ما بتستفادش منها الارض الزراعيه، لا احنا هننشئ مصارف حديثه جديده عشان نصرف الميه الزائده اللي موجوده عن التربه. رابع حاجه، طيب مشكله التلوث البيئي اللي بسببها المبيدات والاسمده الكيماويه، هنستخدم بدل الاسمده الكيماويه اللي فيها بتبقى مواد سامه، هنستخدم اسمده عضويه. دي الاسمده العضويه دي بتبقى بديل للاسمده الكيماويه ودي ما بتاذيش الارض الزراعيه. يبقى هنشجع على استخدام الاسمده العضويه كبديل للاسمده الكيماويه. طيب اخر حاجه، قال لي هنشجع المزارعين على التوسع الافقي والراسي. طب ايه الكلمتين الكبار دول، التوسع الافقي والراسي؟ التوسع الافقي هو قصده ان هو هنستفاد من الاراضي الصحراويه وان احنا نوسع مساحه الاراضي الزراعيه، هنشوف اراضي جديده ونزرعها. طيب التوسع الراسي ان انا هزود انتاج الفدان من الارض، انتاج المحصول اللي بيطلع لي من الفدان، ده اسمه بنستخدم بقى طبعا اساليب تكنولوجيه حديثه وبنستخدم زي ما احنا قلنا اسمده عضويه، كل ده هيزود انتاج المحصول من الفدان. يبقى اخر حاجه تشجيع المزارعين على التوسع الافقي والراسي، هنوزع مساحه الاراضي الزراعيه وهنزود انتاج الفدان. يبقى تاني جهود الدولة ايه الحل لمشكلات البيئة الزراعية؟ سن القوانين علشان تجرم تجريف التربة، هندخل نظم ري حديثة بدل الري الدائم اللي هو بيسبب مشكلة الصرف الزراعي اللي هو زي الري بالرش والتنقيط، هننشئ مصارف جديدة حديثة علشان تصرف المياه الزائدة. رابع حاجة هنشجع المزارعين بدل ما بيستخدموا أسمدة كيماوية هنستخدم أسمدة عضوية. اخر حاجه هنشجع المزارعين ان هم على التوسع الافقي والراسي، هنوسع مساحه الاراضي الزراعيه وهنزود انتاج المحاصيل من الفدان. احنا كده مع بعض خلصنا الدرس بتاع الانشطه الاقتصاديه في البيئه الزراعيه، وبكده ده احنا خلصنا الوحده الاولى في الجغرافيا، ونراكم على خير في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.